أروح لفضيلة مفتي الجمهورية العربية السورية الأستاذ الدكتور أحمد بدر الدين حسون. يعني سيدي، بداية دعنا نعتذر عن ما جرى في ذلك اليوم من قطع للكهرباء، وأنت تعلم أن مصر تعيش حالة الحرب، ويعني أنا شخصيا أشعر أن ذلك مبرر. وخليني أسأل حضرتك مباشرة، مخيم اليرموك حماس، كيف وضح الرئيس بشار الأسد استغلال هذا المخيم واستغلال الفلسطينيين، وأنتم الشعب السوري من قدم بيوتكم لقيادات حماس لتسكن وتعيش بأمان بحقوق المواطن السوري كاملة؟ شكرا جزيلا ومساكم الله بالخير أختي الكريمة السيدة أماني حفظك الله. شكرا جزيلا. وقبل أن أتحدث في هذا الموضوع لا بد أن أرفع التعازي إلى الشعب المصري الشقيق والحبيب بشاعر الأمة العربية الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي رحمه الله. الله يرحمه. هذا الشاعر الرائع الذي كان هو نبض العربي الحقيقي وليس نبض مصر. طبعا. اسمعوا له قصائد في فلسطين، واسمعوا له قصائد في سوريا وفي الوحدة وفي كل الكلام ده. فهذا الرجل هو رصيد للأمة العربية والأمة الإسلامية، ودول هن رجالنا الحقيقيين اللي يحفظوا نبض الشارع حقيقة. أما شكري الجزيل لكم في القاهرة والناس وفي برنامجكم أنكم تحاولون كشف الحقيقة بحيادية، وهذا ما أرجوه من الإعلام المصري الذي عودنا أن يكون دائما باحثا عن الحقيقة وموضحا للحقيقة، لأن الإعلام العالمي الآن يزور الحقائق. صحيح. حقيقة سورية تعيش منذ 4 سنوات في عملية تزوير إعلامي مخيف جدا، وهذا ما جعل القنوات الفرنسية والقنوات الأمريكية التي جاءت إلى سوريا منذ أسابيع لتلتقي مع السيد الرئيس ولتلتقي معنا. وأنا استقبلت شخصيا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وأيضا البلجيكي وعدد من الدول الأوروبية، وهم قادمون إلينا بعد أسابيع أيضا، وبعد يومين سألتقي بمجموعة فرنسية جديدة. لذلك سوريا الآن ظلمت من أبناء العمومة وظلمت من الأعداء، ظلمت من أبناء عمومتها وإخوتها العرب التي كانت تدافع عنهم بشكل دائم هي ومصر. وكما قلت في لقائي القديم عن مصر، مصر التي ما تركت ثورة عربية إلا ودفعت فيها لتتحرر من الإنجليز ومن الفرنسيين من الاستعمار، وسوريا دفعت نفس الثمن. والقضية الفلسطينية لو تخلت مصر وسوريا عنها من الأساس لأعطانا الغرب ما نريد، ولكن مصر في يوم من الأيام كان نصف ميزانيتها كانت من أجل فلسطين، من أجل الشعب الفلسطيني، من أجل الصمود. هذا ما فعله عبد الناصر رحمه الله وأنور السادات في الحرب 73 التي اشتركنا فيها والتي كان النصر حليفنا فيها. واليوم حينما أسمع هذا التحول في العناوين في قضية أنصار بيت المقدس في مصر وأكناس بيت المقدس في سوريا، إيه الكلام ده؟ ما هذا الكلام؟ أن يعطوا لأنفسهم هذه العناوين لنجعل من الشعب المصري والشعب السوري في عداوة مع بيت المقدس. يقول المواطن السوري والمصري: أخي، نحن من دافعنا عن بيت المقدس، نحن من دفع جندنا في سيناء وفي الجولان دم أبنائنا من أجل بيت المقدس، ونحن الذين لازلنا نصر أن القدس في قلب القاهرة وقلب دمشق وقلب كل عربي ومسلم. هؤلاء أبناء فلسطين يسمون أنفسهم أنصار بيت المقدس وأنصار وأكناف بيت المقدس ليدمروا سوريا ويدمروا مصر. ما هذا الكذب الإعلامي أو الديني الذي يلبسون ثيابه بيت المقدس بريء منهم؟ طبعا. لذلك ما حدث معنا بيننا وبين حماس، أيضا أنتم احتضنتم لقاءات متعددة بين منظمة التحرير وبين حماس في مصر لسنوات متعددة لتجعلوا من غزة بداية تحرير لفلسطين كلها والعودة، وإذا بكم تلقون جزاء سينمار كما نلقى جزاء سينمار. سيدتي في بيتي والله شهيد، في بيتي أوصاني السيد الرئيس بشار الأسد
بإخوتنا في حماس أن هؤلاء يقفون معنا في خندق واحد لتحرير فلسطين، ونحن نعلم أن لهم جذور إخوانية، ولكن من يقف معنا من أجل فلسطين نتناسى قضية الحزبية إذا كان الهدف واحدا وهو فلسطين، وتناسينا كل ذلك. وكان يأتيني أبو الوليد، وإن استطاع أن يكذب فليكذب على الشاشة، كان يأتيني ويزورني وأعطيه الملايين من الشعب السوري، من الشعب السوري، حتى أن بعض أبناء الشعب السوري لم يكن عندهم مال فكانوا يتبرعون ببيوتهم، والله على ما أقول شهيد. وإذا بنا نفاجأ أن إخوتنا هؤلاء الذين احتضناهم ونصرناهم هم الذين جاءونا بمقاتلين من الشيشان ومن أوروبا ومن أستراليا ومن دول روسيا السابقة، وعلموهم كيف يحفرون الأنفاق في سوريا في دمشق وحلب. صحيح. في حلب منذ 48 ساعة نفق قتل عشرات من الناس، في دمشق في كل يوم من أيامنا نشعر بالأنفاق، دمروا أجمل المساجد في سوريا بالأنفاق. نحن علمناهم الأنفاق ليدافعوا عن فلسطين، وإذا بهم يستعملون الأنفاق ليدمروا سوريا ومصر. أنفاق غزة هل كانت من أجل تدمير مصر؟ لا والله، أنفاق غزة كانت لتخفيف الضغط عن الشعب الفلسطيني. فلماذا حولوها لتدمير الشعب الفلسطيني ولتدمير الشعب المصري؟ لذلك حينما دمر الجيش المصري هذه الأنفاق لم يدمر ما كان يوصله إلى غزة، إنما الشعب المصري حتى اليوم يقطع من رغيف عيشه ويرسل إلى غزة، ونرسل نحن إلى فلسطين. لذلك ما دفعناه من ثمن لإخوتنا هذا لن يمنعنا عن أن نقف بجانب فلسطين كشعب سوري وشعب مصري، نحن مع فلسطين إلى آخر نفس من أنفاسنا. صحيح. ومع القدس قبلتنا الأولى، وهذا شهر رجب، شهر القدس التي لن ننساها أبدا، فلا يزاود أحد على مصر ولا يزاود أحد على سوريا ويأتوا ليقولوا أننا تخلينا، بل أنتم تخليتم ووجهتم قنابلكم وأسلحتكم إلى صدور أبنائنا في سيناء وأبنائنا في سوريا الذين كانوا قد وضعوا دماءهم من أجل الدفاع عن فلسطين. أنا ويا ليتكم، يا ليتكم حولتم هذه الأسلحة بأجمعها لتحرروا أرضكم ولتحرروا فلسطين، ونحن معكم في المئة مئة. يعني أما ما فعلتموه فلن يجعلنا شعبا وحكومة في مصر، وموقف الرئيس السيسي لا زلت أشكره دائما على هذه العناوين التي يعطيها في قضية أن قضية الأمة العربية اليوم ليست قضية أحزاب سياسية ولا أحزاب دينية، قضية تجديد الفكر الديني لنفهم أين فلسطين وأين نحن وأين الأمة العربية والإسلامية. هذا ما نعانيه في سوريا أيضا وما يفعله الرئيس بشار الأسد. هنفتح مرة عملية تجديد الخطاب. بشكرك شكرا جزيلا سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الأستاذ الدكتور أحمد بدر الدين حسون. بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقة يعني المساء